السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي أبناء مصر الكرام، حين يمر المجتمع بجوائح اقتصادية وشدائد، فالمؤمن له سلوك نبيل، له أخلاق نبيلة. مثل ماذا؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في عام المجاعة، هو كان بطبعه لا يحب الزيت، فلما جاء عام المجاعة اضطر أن يأكل كما يأكل عامة الناس، فكان يأكل الزيت، فبطنه كانت تقرقر، كانت تقرقر، يصدر لها صوت، فكان يقول لها قرقري أو لا تقرقري، فلا آكل طعاما لا يأكله المسلمون. يعني يعلمنا المشاركة حتى ننجو معا. ليه؟ خلي بالك، ربنا علمنا كده، احنا بنصلي معا ونصوم معا ونحج معا، مش كده برضو؟ يبقى نشارك بعض ونتحمل بعض وننجو معا. ليه بقول كده؟ في بعض الناس يروح عند البقال او نحو ذلك ويجيب حاجات لاسابيع، وبعض الناس تشيع انك الحق ادخر. ادخر ايه؟ انت كده بتعمل وتجعل ان السوق يبقى حركة الشراء اغلى، لان البضائع انت خدت اكتر من المطلوب، وانت بتضر باللي افقر منك، اللي مش قادر يجيب ده وغليت عليه. ومن هنا لا تفكر في نفسك وحدك، لانك لن تنجو وحدك. ان سقط هذا المجتمع او سقط السوق او الشراء، ولا اقول سقط الوطن، لان مصر محروسة ومحفوظة باذن الله تبارك وتعالى، لكن عايز اقول لك لن تنجو وحدك. السقوط لما يأتي يأتي على الجميع، فالعقل والحكمة والإيمان والدين، إنما أن ننجو معا وأن نتخلى عن الأنانية والأثر اللي فينا، كل واحد يفكر في نفسه فقط. لا، ده أنت تفكر في نفسك وتفكر في جارك وتفكر في حتتك وتفكر في الغلابة اللي في المجتمع المحيط بيك، أو الناس اللي تقدر تساعدهم وتطمن عليهم، ولو عندك شيء زايد مش عنده تعطيه في وقت الأزمة. هذا هو سلوك الإيمان. وكلمة للأسرياء ورجال الأعمال، عايز أقول لكم يا أحباب، ربنا يبارك في كل خير بتعملوه، بس عايز أبين لك حاجة، إن في وقت الأزمات الزكاة ليست هي كل القدر الواجب في مال الغني. كلام ده مش مني، كلام ده في كتب الفقه من السلف الصالح وعلمائنا الأجلاء من السلف الصالح. يعني يقولون إن لو الزكاة في وقت الشدائد لم تكفي، فلولي الأمر أن يأخذ من أموال وأن يفرض من أموال الأغنياء ما يسد حاجة المجتمع والفقراء. انت طواعية اخرج. بعض الناس يقول لك انا هخرج من ربح. يا اخي خلي بالك، كل مالك ده في الوطن انت جبته منين؟ ما انت جبته من الوطن ده ومن الناس اللي حواليك دول، فليس وقت الكلام ان تخرج من الربح، لا، من اصل المال اخرج حتى ننجو معا. هذه مسائل من أهم المهم يجب أن احنا ننتبه لها. أيضا على السادة المثقفين والعلماء والوعاظ وجهاز الإعلام أن يبث هذه القيم في الناس. الأثر مهلكة. كلمة للسادة التجار الذين يحتكرون السلع ويخبوها حتى يرتفع السعر ويتاجرون بأرواح الناس. يا جماعة، سيدنا النبي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المحتكر ملعون، لا بركة في رزقه.
بل وتأتي الجوائح فتدمر لك هذا المكسب الحرام ولا يبارك لك. وخلي بالك ممكن اللعنة تدركك في أولادك أو في زوجتك أو في مؤسستك أو في مالك. يا ما سمعنا عن ناس. أنا أرجو أن تكون هذه الرسائل واضحة لكل مواطن، أن تكون هذه الرسائل واضحة لكل إعلامي، أن تكون هذه الرسائل واضحة لكل غني من أصحاب الأموال ورجال الأعمال، أن تكون هذه الرسائل واضحة للتجار الذين يحتكرون السلع. احنا عايزين التفاعل الإيجابي، وطننا غالي ويجب كلنا معا ننجو معا ونتعاون معا. ومصر غالية ولك السلامة يا بلادي، واسلمي في كل حين، وحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، وإن شاء الله الله يحفظها ويرعاها وهتمر بخير إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق.